نظمت وزارة الأوقاف عقب صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلمة في الاحتفالية حول جهود القوات المسلحة في انتصارات العاشر من رمضان ودورها في البناء والتنمية والحفاظ على الأمن واستقرار الوطن. سائلين الله عز وجل أن يجزي سيادة الرئيس كل الخير على اهتمامه وعنايته وتوجيهه بتطوير المساجد على مستوى الجمهورية، كما نسأل الله أن يجزي كل من أسهم في هذا التطوير بجهد أو عائق خير الجزاء. وبعد، فنحن في يوم عظيم وذكرى عظيمة من أيام الله، وأيام الله لكل أمة هي أيام العزة وأيام الفخار وأيام النصر، ولكن لنأخذ بعض العظة وفق اليسير من الوقت، مؤكدين أن الحياة كلها قائمة على الامتحان والابتلاء وسنة التدافع. يقول الحق سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإيمان ليس بالكلام، الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. فالحياة قائمة على هذا التدافع، وللإيمان بالله عز وجل